ايه يا حبيبتي؟ انبسطت في الحفلة؟ بابي انت لازم تعمل العملية. ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده بعدين. ادخلي، واقفة ليه؟ بابي احنا لازم نمشي. ليه يا رانيا؟ ليه لازم تمشوا؟ عشان ده مش وقت اجازاتي يا بابي. مش وقت اقعدوا وننبسط كلنا سوا. ده الوقت اللي حضرتك المفروض تعمل فيه العملية. ويا لك العملية بانكم تقعدوا معايا. ليه رابطين ده بده؟ احنا ما ربطناش ده بده. حضرتك اللي عملت كده، وعشان حضرتك تكون مبسوط احنا قلنا اوكي. لكن ده غلط. صح، انت عندك حق. طيب لما ما كانش في عملية وكنت زي الفل وكنا بنبقى متفقين سوا ومأكد عليكم واقعد ارتب شهور لمجيتكم، كنت بتيجوا؟ عارفة هتيجوا امتى؟ لما اتصلوا بيكوا ويقولوا لكم البقية في حياتكوا، ابوكوا مات. ساعتها هتسيبوا اللي وراكوا وتيجوا جري. بس للأسف هبقى مش موجود، هبقى في حتة تانية. بس هتيجوا وتتلموا حواليا زي ما كنت عايز. هتيجوا عشان تبصوا عليا البصة الأخيرة قبل ما يدفنوني. يا بابي يا حبيبي بعد الشر عليك. أنا عارف إن سوريا عاشت عمرها تتمنى اللحظة دي. ترجعك وتبقى حواليا وتقول لي بعينك يا نادر للولاد انا بس. عايزه تحرمني من اللحظه اللي بتمناها، ان اموت ولادي حواليا. هي شايفه اني ما استاهلهاش. اسعد ليله في عمرك الليله دي يا سوريا. يا بابي اكيد مامي مش وحشه للدرجه دي. بعدين احنا كلنا بنحبك عايزين نفضل جنبك على طول، ونفسنا ان انت تكون كويس. انا كويس والله، ما تقلقيش. يلا روحي نامي بقى عشان دي بكره وراكي سفر طويل. يلا روحي. يلا حبيبي انت تعبت معايا معا. باي. طب والعمليه؟ ما انا هعمل العمليه، هعملها بس اظبط نفسي واظبط مواعيدي كده وهبلغكم بميعاد العمليه. يلا انا كمان عايز استريح. يلا يا رانيا تصبح على خير. وانت من اهلي. يعني ايه جالها عريس يا عزه؟ انت بتهزري؟ ما هو لو بتكلمي بجد تبقي جننتي رسم. اديني نوع. يا نهارك اسود، يعني ايه خرجت معاه؟ انا هطين عشتك انت وهي. ايه؟ علي صوتك مش سامعه. على فكره بقى احنا ما ينفعش امشي ونسيب بابي كده لوحده، ده ممكن يجرى له حاجه. انتوا ما شفتوش منظره كان عامل ازاي لما قلت له؟ تظبيطات ايه دي اللي قالك عايز يعملها قبل العمليه؟ اللي زي بابي ده يتخاف منه؟ لا انا مش فاهم كلامك يا هدى، انت تقصدي ايه بصراحه؟ ما هي مصالحنا برضو يا ايهاب، ولا انت مستغني كده ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. انت اتجننت يا هدى؟ لا قدر الله، يعني يا جماعه في ايه مالكم؟ على فكره بقى يا ايهاب، مش هدى لوحدها اللي زباله، احنا كلنا زباله عشان بنفكر نعمل كده. ما تحترمي نفسك، هي مين دي اللي زباله؟ وشوفوا كمان مين اللي بيتكلم. راحت جابت لنا مصيبه تخين هجم الدنيا بحالها، مش من بابا ومرسى عالم بس. فيا مراد احنا مش خلصنا الموضوع ده وقفلناه ولا ايه؟ يعني انتوا قفلتوه مش انا. يا جماعه صدقوني كده احسن له، هو حالته دي ما تسمحش انه يعرف عننا اي حاجه. مامي كده بتحميه. اها بتحميه وفي نفس الوقت كمان بتنتقم منه. بقول لك ايه، تنتقم بقى ولا ما تنتقمش، كده كده ما كانش هينفع سواء ده كان قرار ماما ولا لا. يعني ايه يعني نسيب مصالحنا ونجيب مراتنا معانا عشان نقعد جنبه هنا وهو ينبسط؟ هو فادي جنبه اهو يقول لنا على بيحصل اول باول. فككوا بقى من الغم ده، يلا نخش ننام. كويس اني لقيتكم، وفرتوا عليا. انا كنت ناوي اعدي عليكم واحد واحد. خير يا حبيبي؟ انا كنت بفكر بدل ما تسافروا بدري يعني انكم تستنوا الغدا ونتغدى سوا وبعدين امشوا. ايه رايكم؟ يعني ايه صعبه دي كمان؟ لا
لا لا لا ولا صعبه ولا حاجه بابا، انا بس مش عايزك تتعب يعني وتطبخ لنا وتتعب نفسك. ده يعني شايف بموت يعني؟ ما انا كويس زي الفل اهو. اتشرى عليك يا بابا. اتشرى عليك يا حبيبي. انا هطبخ لاخر نفس في حياتي، مش هموت غير المغرفه في ايدي ولابس الابرن. عارفين يعني ايه الابرن؟ المريالة اللي بيلبسها الطباخ. ما تقولش كده يا بابا. تتغدوا ايه بكره؟